غير واعي. هنجل بيفتكر انه المساله يعني دينيه كويس، انه التنظيم المجتمع المدني ما ينفع معانا كاريتريين، يقول كده دي عندها بعد ديني، انه احنا كاريتريين عصبيين على او برضو. انا بفتكر انه تعليق الاستاذ عبد الرزاق كرار برضو ما كان دليل لما بيتكلم عن المجتمع البدوي. المساله دي خطورتها في انه عدم مراعاه السياق التاريخي لتطور المجتمع كويس. يعني هو اوكي انا افهم تماما انه يكون مفهوم المجتمع المدني مفهوم اسينشال يعني جوهري في ذهني انا كمعارض، غير المعارضه هي اصلا فكر خلاق. يعني اذا انت ما بتقدر تطلع من الاطار التغليبي كويس للمجتمع اللي انت قمت ورثته كويس، يعني هي الفكره كلها يعني اتضح انه يعني هي ستيت اوف مايند. يعني كل اللي بيحصل في الدنيا ده انك هي شراكه كويس، انك انت كده بتتربى وتجوه. يبقى فكره الوعي في حد ذاتها اللي هو انه تفكيك ومساءله الارث التاريخي وبعد ذلك الانتقال برؤى مفاهيم جديده. في يلا من خلال النقطه دي انا اعتقد تماما انه الحديث عن المجتمع المدني يجب انه يراعي خصوصيه الواقع الاريتري، بمعنى انه الانسان الاريتري في الداخل معزول تماما وما عنده تاريخ في التنظيم. يعني هو كان في تاريخ نضالي لكن ما في تاريخ تنظيمي، مؤسسات تنظيميه. يبقى دور النخب اللي هي خارج وإذا في الداخل كيف تسعى إلى أنها تخلق أطر اللي هي زي ما قال السلام عبد الله كان يتفق معه إن التراعي السياق التاريخي الثقافي للمجتمع الأريتري، لكن يجب أن يكون في مؤسسات مجتمع مدني تبدأ حتى ولو بشكل ديني اللي هو الإطار التنظيمي. لكن يعني تسفيه الفكرة في حد ذاتها وانتغاب الجماهير لأنها هي أصلا ما تعلمت قبل كذا وما لها دور في 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 الإرث التنظيمي، دي ما مسؤوليتها، دي مسؤولية النخبة اللي قاعدة بروح. وبعدين تعال نحاسب، أوكي سمح نحاسب هنا عن وين هو المجتمع المدني هنا؟ الآن أتيح للناس أنها تعيش خارج أريتريا في أوروبا، وين المجتمع الأريتري؟ هسه هنا أنا شفت لي مرة واحدة، وأنا كيف المجتمع المدني بعيش؟ هو كيف؟ كويس؟ ده ما سؤال حقيقي، يعني أنت لسه في فصل جندري، كويس؟ ده معناه أنت لسه بتعيش مجتمع بطريقة مجتمع بوي، كويس؟ على مستوى التنظيم، وين الفعل الثقافي اللي بيمشي مؤسساته؟ في مؤسسات، يعني هنا في 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 استراليا تحديدا، في حاجة اسمها مؤسسات، لكن ما في فعل ثقافي حقيقي، كويس؟ بحيث إنه يجذب الوعي الثقافي والتنظيمي، يعني ما في فعاليات ثقافية حقيقية، ما في ثقافة قائمة على الإرث الكتابي. كويس، في ثقافة مشافهة، في فور نشاط بهاوي، ده كله ضد المجتمع المدني. المجتمع المدني هو ما بيجي يعني خط عشوائي أو حاجة بتنزل من السماء، كويس، هو صيرورة، كويس. فقبل ما نقول الإنسان الداخل البسيط، حتى يعني حتى المجتمع المدني. شكرا.